شيخنا والدكتور امجد قرشه الحقيقه يعني هو غني عن التعريب وان كان الوقت يعني ضاق بنا حتى لا نستطيع ذكر الكثير يعني لكن دكتور امجد تخرج في كليه اصول الدين كليه الشريعه في اصول الدين الجامعه الاردنيه وحصل على الماجستير في تفسير القران الكريم من كليه الشريعه ثم حصل على شهاده الدكتوراه حول دستور الأخلاق القرآني مقابل الفلسفة الأخلاقية لدى بعض الديانات الأخرى الدكتور العديد والعديد حقيقة من المساهمات الإذاعية والتلفزيونية يعني لا يتسع فعلا المجال لذكرها طاف العالم تقريبا زار حوالي 110 مدينة واستقر به المقام الحمد لله من حسن حظ أهلنا في كندا استقر به المقام في كندا نسال الله عز وجل ان يتقبل عمله وان يبارك في عمره والان يعني الى المحاضره بعنوان جنه الدنيا الله يجزيكم اكرمكم الله, الله, الله اخي الكريم الله يسعدكم صلى الله ان يجزيكم خير الجزاء فقط أنا اخي احمد ودكتور ياسر هل تسمعون صوتي بوضوح؟ نعم تمام ان شاء الله نعم. بسم الله نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. جزاك الله خير يا دكتور ياسر، الله يزيك خير، رققت القلوب يعني وتمنيت ربما لا لو ختمنا فقط بكلامك حتى لا لا لا, 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 لا افسد هذا الجمال. من لا يشكر الناس لا يشكر الله انا لن اشكركم لانكم دعوتموني بل اشكركم لانكم تؤدون فرض الكفايه عن الامه الاسلاميه انتم وكل الجمعيات مثلكم يا اخويا احبه موضوعنا هو جنه الدنيا هل يمكننا ان نعيش في جنه الدنيا قبل الاخره هو موضوعنا وهذا جزء من لاحظوا احنا موضوعنا الاساسي المتخصص الذي اجتمعنا لاجله يا احبه هو نريد ان نجمع ما يفتح الله سبحانه وتعالى لنساعد مجموعه قليله جدا من ضمن الاف والاف ومئات الالاف وملايين من اللاجئين في العالم و75% من اللاجئين على كوكب الارض مسلمين إحنا فقط نريد أن نعذر أنفسنا ما أمام الله ربما بواحد بالمئة من هذه الكارثة لا على الله يعفو عنا إذا ما خرج أحدنا ولقي وجه ربه ومن مات ما ومن مات قامت قيامته لاجئون السوريون والفلسطينيون في لبنان تخصيصا وكلنا يعلم ما الوضع في لبنان جنة الدنيا هل يمكن أن نعيش في جنة الدنيا قبل الآخرة؟ لضيق الوقت ولانه الهدف هو ان ندعم محتاجين وانا هنا حديثي يفترض ان يكون هامشيا لكن اسال الله ان يجعلني سببا في ان ادعم هذا المعنى الرائع جدا. ولعلي ولعلي استخدم يعني بامر من الله في ان اتسبب في رفع مستوى ايماني في تصحيح مفهوم في التشجيع على اداء. دعوني اتعامل مع الموضوع بطريقه علميه اكاديميه. ما هو السؤال هل يمكنني أن أعيش في جنة الدنيا قبل الآخرة؟ الجواب أقول إذا انطلقنا أنا وأنت من فهم الرؤية الإيمانية بأن الدنيا هي مزرعة الآخرة فالجواب نعم مئة بالمئة طبعا تنبيه تنبيه علمي لا يوجد حديث نبوي عن النبي يقول الدنيا مزرعة الآخرة هذا الحديث بهذا اللفظ حديث موضوع لكن المعنى الذي فيه بأن الدنيا هي كالمزرعة نزرع فيها ونقطف بالآخرة صحيح مئة بالمئة مقتبس من قول الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه هذا يستنبط منه أن الدنيا بالمعنى المجازي هي مزرعة نزرع 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 يعني وعشرات المعاني تدل على هذا اللي بيسبح على سبيل المثال قال من قال لا إله إلا الله من قال سبحان الله زرعت له نخلة في الجنة نخلة في الجنة تعني عمليا واقعيا بأنه لك حصة في الجنة أنت سبحت هنا والشجر هناك بأنك من أهل الجنة وتوفيقك لأن تكون من المسبحين هو كذلك إذا جواب الأول عنواننا جنة الدنيا هل يمكن أن نعيش في جنة الدنيا قبل الآخرة؟ نعم إذا انطلقنا من الرؤية الإيمانية بأن دار الدنيا هي مزرعة طيب لاحظوا ما الذي سأقوم به أنا أحب دائما أن أكون واضحا مبسطا علميا اكاديميا، هل دوري يا احبه ان اقنعكم بان الدنيا هي مزرعه الاخره؟ الجواب لا. انا اخاطب المؤمنين الان الاصل الحمد لله هذه ليست محاضره صلى الله ان يعافيكم ويعافيني، ليست محاضره خاصه بالملحدين ولا بمتطرفين علمانيين ولا بمتطرفين ليبراليه، هي خاصه بالمؤمنين اصلا دوري ليس ان اقنعكم بان الدنيا مزرعه الاخره، دوري انتبهوا معي هو تذكير نفسي وتذكيركم بافضل واسرع طرق الزراعه وبيان اسباب فساد الزراعه وخراب المحصولات ان جاز لي التعبير مجازا وبيان المحصولات التي لها قيمه اكبر بكثير من غيرها وبيان طرق الاصلاح الزراعي. <applause> طيب اذا الدنيا مزرعه الاخره في عندي طرق اسرع للزراعه حسن النيه وسلامه الصدر بتوفر عليك كثير من العمل هذا عن اسرع طرق الزراعه. على سبيل المثال أسباب فساد الزرع وخراب المحصولات موضوع الامتنان على الفقير أه؟ ولم يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى هذا بيخرب المحصول أنت زرعت بس إحنا بنسميها باللهجة الأردنية حراسة جمال الجمل هيك خفه بيعطي ويقول أو زي البعيد عنكم بعيد عنكم جميعا بيكون عم بيعطي غير المؤسسات المؤسسات تحتاجوا للي بدي أقول لكن أشخاص والأفراد مثلا بتلاقي ماسك ساندويشه رايح على بيت الفقير <applause> وعلى الانستغرام وانا اعطي ساندويشه للمحتاج جدا جدا قبل ان يموت من العشاء <applause> الى آه اخره موضوع المنه المنه على سبيل المثال هذا خراب محصولات لانه في ممكن بعضنا يقوم بعمل ثم يفسده دليل على ذلك او كالذي اتيناه اياتنا فانسلخ لاحظوا لم يقل القران ورب القران فسلخ لا فن س منها من ضمن ما يفسد المحصولات العقوق انا موضوعي جنه الدنيا بدنا نعرف الان كيف هذه المزرعة أسرع طرق الزراعة مثل سلامة الصدر حسن النية أسباب خراب المحصولات مثل الانسلاخ والترك على سبيل المثال العقوق عقوق الوالدين أنا ممكن بصراخي على أمي أو بعقوقي لأمي أو بوقاحتي مع أمي ومع أبي لحظة وقاحة وتكشيرة في وجه أمي قد تفسد علي عشرات الصدقات وتفسد علي عشرات أعمال الخير والتطوع وكلها تروح تنشطب هي لم تنشطب بالمعنى الحقيقي لكن الأجر الذي أنا أخذته على كل أجر التطوع فلنفرض فلنفرض ألف وحدة أجر فرضا وحدة الأجر فلنفرض تقاس بالرقب ألف وحدة أجر لما كشرت في وجه أمي أو كسرت قلبها بوقاحة أخذت مليون وحدة وزر فالألف راحت رح من, من المليون ضليل 999 ألف وحدة وزر هيك قصدي فيها هذا بيان أسباب فساد الزرع وخراب المحصولات لأنه موضوعنا كيف أعيش في الدنيا وأجعلها جنة الآخرة فالتالي كيف أزرع بدي أعرف أنواع من حسن طرق الزراعة بدي أعرف كيف بخرب هاي المحصولات طيب في محصولات في جنة الدنيا زراعتها قيمتها أكبر بكثير من غيرها طبعا هلا في ناس تزرع بطاطا بالدنيا مثلا في ناس تزرع رز في ناس تزرع بندوره هلا اللي بندوره وخيار في الاغلب في الاغلب ما بملين لكن في مزروعات معينه <applause> لوز جوز <applause> بتلاقيه بيطلع في انواع معينه ذكاء يراعي انا التربه اللي عندي ليش بتصلح انا وقد ايش عم بيستفيد منها الناس وايش قيمتها طرق تحصيلها الى اخره ولله المثل الاعلى بر الوالدين مثلا من ضمن المزروعات اللي كثير 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 بختار عن غيره تفريج الكرب على سبيل المثال من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا أو كربة من كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هل أنا ممكن أعمل خير بإني أقوم بصلة رحم صلة رحم لأولاد عمي اللي هم زيي ومقتدرين فرحتهم رائع جدا خير صلة رحم لناس أقران إلي مقتدرين عادي فرحتهم فهو بالخير صلة الرحم الخير صلة رحم عمي لابن عمي وادخال الفرح اجره اكبر من كثير صله صله رحم لخالتي الارمله المتوفى زوجها وكل اولادها وبناتها مثلا مش معها وساكنه لوحدها. اثنين تنين صلة رحم لكن هذا أجره كثير طب كيف عرفنا أنه أجر كثير حجم الحاجة على سبيل المثال لذلك هنا لما نتحدث إيش المحصولات لها قيمة أكثر في هذه المزرعة بدنا نصير ندور بذكاء زي التاجر الذكي التاجر الذكي ما بيروح بحط فلوسه في أي مكان عنده عشرات طرق الاستثمار بيدور على الأدوم والأثبت واللي بجيب ربح أسرع ولله المثل الأعلى حفر بئر على سبيل المثال أنت الآن جيت مثلا مثلا على سبيل المثال جيت تبرعت بمبلغ فرحت في ناس فرضا فرضا اطفال لمسلمين غير محتاجين وغير ايتام في منطقه فيها خلينا نحكي نوع من الحاجه والعوز فرضا فرحتهم بملعب اجر رهيب جدا جدا رائع جدا فرق كبير عندك انك تحفر بئر لمجموعه موجوده في مكان ما عندهمش ميه شرب واثنين اجر إذا الأجر هذاك أخذت عليه فلنفرض مليون وحدة أجر الثاني قد تأخذ عليها مليار وحدة أجر وهذا قصدي ببيان المحصولات وما بقول يعني يا شيخ أنت ما بدك لا 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 لا, لا أنا بقول لك كن ذكي هاي المزرعة دور أول إشي على أسرع طرق الزراعة ودور على ودير بالك من أسباب الفيروسات وفساد المزروعات بعدين دير بالك على المحصولات اللي إلها قيمة أكثر من غيرها بعد ذلك دور على ما يسمى طرق الاصلاح الزراعي اثناء موضوع الزراعه في افات وفي مشاكل وفي كذا وفي طقس وفي كذا الى اخره في عندك بسموها طرق الاصلاح الزراعي أعطيك يعني امثله على فلسفه المحاضره التوبه الاستغفار الصدق في الاستغفار قاتل التسعة وتسعين لما راح للعالم بعد العابد اللي تسبب في موته شو قال له قال له طبعا تتوب ولكنك تعيش في ارض سوء إن اذهب الى المكان الفلاني فان فيها قوما صالحين لاحظ طرق الاصلاح بعض الاحيان انت عم تشتغل بدك تدير بالك ما تضلك على الليفل تبعك بدك تحسن الليفل انت في ارض سوء انت مع صحبه سيئه انت مع صحبه سيئه دير بالك غير مشان زراعتك وشغلك وقيمه شغلك يكون مضاعف هذا قصدي بفلسفه الدنيا مزرعه الاخره وكنت عم بجاوب على السؤال اللي أنا طرحته بناء على العنوان عنواننا هو جنة الدنيا هل يمكن أن نعيش في الجنة هنا قبل جنة الآخر قلت نعم إذا كانت الرؤية الإيمانية بيني وبينك هي أن الدنيا هي مزرعة الآخرة أخذ من قول الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرفه الآن بدي أعطيك فكرة بسيطة جدا على رواية شهيرة جدا تنسب للإمام ابن تيمية رحمه الله وإن لم يكن تكن النسبة صادقة فتنسب إلى أحد العلماء الشهير جدا جدا بعد ذلك بحكي لكم قصة من أجمل قصص اللي مرت علي في حياتي وأحب دائما أن أذكرها في هذا السياق اللي هي العبارة التي تنسب لابن تيمية حينما قال ما يفعل أعدائي بي موضوعنا جنة الدنيا ما يفعل أعدائي بي لاحظوا هذا مثال نقيس اللي بقول لي يا أخي كيف يعني كيف يعني ما إحنا دار ابتلاء يا أخي يا أخي ربنا قال نبلوكم بس كلامك صح حتى في داخل البلاء أنت بمكانك تعيش في جنة الله أكبر يا عمي كيف حاول تتخيل لي المعنى التالي وبعد ذلك تربطه بمريم عليها السلام لما ابن تيمية قال ما يفعل أعدائي بي إن حبسي خلوة ونفي سياحة وقتل شهادة فما يفعل أعدائي بي تلاحظ الحبس بالمعنى المادي بالمعنى التقني بالمعنى البشري حبس اسمه حبس ممنوع تروح على الحمام تبع بيتك ممنوع تنام على فرشتك ممنوع تشوف أهلك ممنوع آه خلوة اختلى بربه فاستعد للقائه طب كم من الناس اللي عندهم كامل الحرية قد ما هم مشغولين بالسوشيال ميديا ومشغولين بالطبايخ والنفايخ والعزايم والنفاق الاجتماعي والمجاملة الاجتماعية والتليفونات والبزنس واجتماعات البزنس وكذا مش قادر يصلي وهو عم بيصلي بيقول الله أكبر بيكون عم بيطلع على الساعة برد على التليفون يمكن هو عم بيصلي طيب حبسي خلوة نفي طلعوني اوه سياحه، اشوف ارض الله الواسعه، من اول ما كنت اجد العذر لنفسي اني لان كنت اتاثم او استاثم ان اسافر من كثره الواجبات، فطردوني من بلدي او هددوني او حبسوني، قال حبسي او نفي سياحه وقتلي شهاده، فما يفعل اعدائي بي؟ هذا المنطق هو اللي بتحدث عنه لما بدي اتحدث عن موضوع كيف أجعل الدنيا جنة طب مريم عليها السلام لما كانت جالسة في المحراب بالمعنى المادي محبوسة لا رايحة ولا مزبطة اب رضي الله عنها وعليها السلام ولا قاعدة بتتعرض للشباب ولا طالعة على تيك توك ولا كذا عليها وين كانت في المحراب وين كانت في المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله حاول تتخيلي المشهد هذه الفتاه المحصورة، لا بتحكي مع رجال ولا بتتصهون ولا بتطلع ولا بتلبس ولا بتتعرى عليها السلام قاعدة. إيه ما الذي فعلته؟ ما الذي قالته؟ ما الذي عاشته؟ ما المعاني التي دخلت بها واستشعرتها حتى اكرمها الله من فوق سبع سماوات بأن الطعام اه يكون موجود عنده وهي جالسة، أنت حاول تتخيل هذا الموضوع، في أي جنة دنيا كانت تعيش؟ ومريم ديروا بالكم، ليست نبية. <applause> ما في ما في هي ليست نبيه يعني اي واحد فينا ممكن يكون في مكانه وعندنا احنا مفهوم الولايه تعرفون عندنا الولي وله كرامات ايضا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء هو أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل والصدقة من النوافل يتقرب إلي مضارع مستمر حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها كلها معاني مجازية طبعا وإن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيذنه أنت بتعرف شو معنى هاي جنة الدنيا جنة الدنيا أن تتحدث أن ترى بنور الله وتسمع بفضل الله تستوعب غير ما يستوعب الاخرون ترى ما يرى, يرى الاخرون تشعر ما لا يشعر به الاخرون بفضل الله لاحظ وان سالني وان استعاذني لأعيذن لا هاي جنة الدنيا ها القصة الثانية اللي بدي احكي لكم فيها واربطها بعد ذلك اتحدث عن بعض الامثلة السريعة جدا لها علاقة في موضوع الصدقة قصة المليونير، هاي كثير كثير بحكيها وحابب يا اخوة الان انسوا كل اللي مني الان بس ركزوا اذا ما طلعتوا من كل جلستنا الا بهذا المعنى وانا هذا المعنى اقوله لنفسي قبلكم. خلاصة القصة والقصة سبحان الله لا هي من عربي ولا من مسلم ولا إله علاقة بكل ديننا، لكن العبرة اللي فيها مرعبة، مرعبة بالمعنى الايجابي طبعا. القصة حصلت حوالين تقريبا قبل حوالي 27 سنه تقريبا من سنه 1995 96 آه، راويها آه، مدرب امريكي آه، متخصص في مساعده اصحاب الثروات الضخمه في مضاعفه ثرواتهم اثناء جولته التدريبيه عم بيحكي القصه موجوده على الانترنت بالمناسبه عم بحكي قصته بيقول انا انا تخصصي ادرب الاثرياء كيف يضاعفوا ثرواتهم، فيوم من الايام جاءني احد المتدربين عندي وكان في ذلك الوقت تخيل في ذلك الوقت يملك امريكي هو، يملك 500 مليون دولار امريكي. يعني نصف مليار قبل 27 سنه، النصف مليار قبل 27 سنه كقيمه شرائيه انا مش اقتصادي لكن بتوقع بدها تنضرب على الاقل على الاقل بعشره اضعاف، يعني كانه يملك الان 5 مليار، تخيل واحد يملك 5 مليار الآن؟ <applause> اللي بيملك مليون الآن قديش خمسة ألاف مليون كقيمة شرائية المهم بيجي هذا الـ 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 عن بيش عم بيحكي للمدرب بيقول له أنا حابب أحكي لك قصتي يمكن تستفيد مني وتعلمها للناس بيقول له أنا كنت واحد من الناس خلاصة القصة كنت عندي 500 مليون كنت أظن أن السعادة هنا موضوع هي في امتلاك الأشياء يعني عندي فلوس فإذا امتلكت كل ما تشتهيه نفسي إذا أكون سعيدا قال امتلكت كل شيء بخطر على بالي سيارات باخرة قارب أشياء زاكية لبس ماركات ساعات جاكيتات اللي بدك إياه قال امتلكت حقا بك قال لا لا ما اشعر بالسعاده قال ثم ظننت ان السعاده لا تكون الا بامتلاك الاشياء الخاصه جدا فصرت تعرف بغتنا يدور على لوحه خاصه موجود منها بس مش عارف لمين لليوناردو دافنشي ولا لوحه الموناليزا شغل الناس ال... ال... اللي, اللي فاضيه اشغال خلينا نقول اه مش عارف الاجرابات اللي لبسهم المفكر الفرنسي في القرن السابع عشر قبل الثوره ال... الثامن عشر يوم الثوره الفرنسيه قبل ما يطخوا يرموا الحجر على راس امه وهي فوق السطح اللي فيه فالجرابات الجرابات اللي علقت على الكذا اوه حاطين المزاد العالي خمس 500 الف ولا كذا هذا القصة القصص فقال ظننت هذا من عندي طبعا هذا دخول المخرج بقول ظننت انه السعاده في امتلاك الاشياء الخاصه سياره خاصه لوحه خاصه منزل خاص بيت قال فاشتريت ولم اشعر بالسعاده قال ثم ظننت ان السعاده في امتلاء الاشياء التي لا توجد عند احد الا عندي زي بعض اثرياء للاسف اللي عندهم البترول بيجي بقول لك بطلب من شركه مرسيدس تصميم سياره بمواصفات اله يعني يعني الشركه ما طلعت هاي السياره الا واحده ويطليها ذهب ويحط لها عجلات معينه بمعنى لما يركبها لما يقول لك هاي السياره لا يوجد منها في العالم الا واحده شعور معين قال فعلتها ولم اشعر بالسعاده قال وفكرت بالانتحار عدة مرات وصرت أروح على دكاترة نفسيين حالتي حالة نصف مليار قيمة خمسة مليار امتلك وامتلك 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 قال ولم أشعر بالسعادة يوما وفكر بالانتحار بقول وأنا في حالة المزرية والبائسة جاءني شخص وقال لي هو مليونير أمريكي له صديق أمريكي آخر من بابدهم يعملوا خير قال له تذكروا إذا بتذكروا الحقد اللي قاموا فيه الصرب قبل بال 95 لما قاموا بقتل البوسنيين والكروات وقتلوا منهم السربرنيتشا والآلاف والاغتصاب اللي تم القصة اللي بتعرفوها فنتج عنها موضوع الألغام والتفجير والقتل اللي تم على أيدي الصرب ضد المسلمين نتج عنه انه كان في مئات والاف الناس المقطوعه ايديهم ورجليهم فكان هدول المجموعه من المليونير الامريكيين سنه 95 96 قرروا بعد ما انتهت الهجوم بعد انتهى الحقد وانتهى القتل من باب التحسين صاروا يعملوا شويه صدقات فالان شو بيقول لي بيقول فجاءني صديق مجموعه من الاثرياء في امريكا قرروا يروحوا يعملوا شيء من الخير لبعد نتائج هذا الاعتداء الصربي فقال كانوا بدهم يوزعوا مجموعة من الويلتشيرز فكرة الصدقة تبعتهم كانت أو التبرع كانت تقوم بشكل أساسي مش على أنك تعطي الفلوس لا تتبرع بفلوس رقم تشتري فرض فرضا مئة كرسي متحرك برقم والشرط تشاركنا أنك تيجي تسافر معنا ونجيب المئة كرسي ونتنقل بين القرى والأماكن وتروح تسلم الكرسي للرجل مقطوعة بنفسك فبيقول أنا زي ما بيقولوا فاضي أشغال عم بفكر بالانتحار وتعبان وحالتي حالة زي هالناس قلت له بروح يعني ضغط علي زي ما تحكي انحرجت وطلعت. قال ذهبت وص... بيو... بلحظه ما وصل دوري في تسليم بالكراسي لرجلهم مقطوعه. قال فطلبوا مني قال لي هذا الطفل طفل عمره 11 سنه بوسني، بوسني مسلم عمره 11 سنه. فبيقول قالوا لي روح لو سمحت امشي بالكرسي لانه الفكره كانت انه يشعر انه في ناس عم بيحسوا معه فقال روح لعنده وامسكه وحطه على الكرسي تبعه وبفهم هو انه هذه هديه منك يعني فبيقول ذهبت ورحت وانا نفسيتي تخيل واحد قرفان الدنيا كلها وعنده متع الدنيا كلها ويفكر بالانتحار فهو مش كثير داريت له لكن ماشي مع المجموعه اللي احرجته بيقول رحت حطيت الكرسي وجيت لعنده قال لانه رجليك كانت مقطوعه وعمره 11 سنه فتخيلوا ولد عمره 11 سنه مقطوع نصه شو بده يكون وزنه فبقول كان وزنه خفيف جدا جدا لانه يعني نص جسمه مش موجود حقيقه يمكن الرجلين من تحت وزنه حتى اكثر من القسم فوقاني قال يعني حملت هيك قال حملت قطعه لحم مسكتها رفعتها نزلتها على الكرسي وجيت درت وجهي بقول مشيت لورا ايه والرجلي معلقه بتطلع واذا الولد بايديه تنتين ماسك رجلي من عند الفخذ بهالطريقه هاي وعم بحكي بيحكي بيحكي بحكي وانا مش فاهم عليه طبعا بيحكي بوسني لانه قال فناديت المترجم قلت له معلش الترجم لي ايش بيقول بقول له فعاد له الكلام المترجم بيقول له طبعا القصه كلها سمعتها بالانجليزي عم بعطيكم اياها انا بالعربي بروحها فالمترجم بيقول له الولد بيقول لك ارجوك ابقى لحظه اريد ان احفظ وجهك ركزوا معي اريد ان احفظ وجهك حتى أسأل ربي يوم القيامة لما أشوفك إن ربنا يدخلك الجنة طبعاً الآن ديبيت قضية مسلم ومش مسلم مش هون نقطتي يقول كانت لي أول مرة في حياتي هو بيقول بشعر بالسعادة فأدركت هذا أمريكي غير مسلم بيقول أدركت أن السعادة في العطاء لا في الأخذ انتهت القصة القصة برجع بقول ما لها علاقة لا بالعرب ولا بالمسلمين ولا بالإيمان اللي آمن لها علاقة ببعد إنساني كان موطن الشاهد تبعها أدركت أن السعادة بالعطاء لا بالأخذ. عم بعطيكم مثال على جنة الدنيا، أعطينا قبل شوي عن طرق المزروعات، أسباب فسادها، المحصولات اللي لها قيمة أكبر واعطينا فكرة عن موضوع طرق إصلاح الزراعي واعطينا فكرة عن ابن تيمية ما يفعل أعدائي بي حبسي خلوة نفي سياحة قتلي شهادة ما يفعل أعدائي بي واعطينا فكرة إنسانية عن أنه السعادة بالعطاء مش بالأخذ طلعوا الآن in light of this زي ما بيقولوا بالإنجليزي في ظلال هذه المعاني يا أحبة مؤسسة هاند فور تشاريتي اللي هي أياد الخير أو أياد العطاء واحدة من عشرات ومئات المؤسسات تطلعوا هي عم, عم تفتح لنا باب نسميه فرض كفاية، تعريف فرض الكفاية في الفقه الإسلامي هو الشيء المفروض على الأمة الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع طلع لنا هؤلاء انا وانت مين فينا الان بيقدر يروح عند اللاجئين السوريين ولا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا عند اللاجئين الروهانجا ولا بيقدر يروح يشوف المساكين في كل ما في لا قادرين نسافر ولا قادرين نتحقق ولا قادرين نوصل فالله يجزيهم الخير على انهم موجودين رقم واحد اثنين الان اطلع على جنه الدنيا في ظلال السعادة بالعطاء بناء على هذا المثال أعطيتك إياه وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله جنة الدنيا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عم بعطيك أنا وسائل الزراعة والأفضل والأقوى كيف أنت تعيش في الدنيا بجنة كيف بدك تعيش في الدنيا بدك تقدم لأنفس نفسك مؤمنا بما أنك بأنك ستجد عند الله بدك تقدم وأنت موقن بأن الحسنة لها عشرة أمثالها بدك تقدم وأنت مؤمن أن البر تنفق مما تحب حينما تكون محتاجا وإلا فالنظام لن يتفعل معك بدك جنة الدنيا كن محتاج زي ما صار مع الدكتور ياسر معه بس هالميات مش عارف كذا راح خوفه بالكفن طب ممتاز واحد بيقول إيش يعني خفت آه آه طبعا اللي ما بيخاف ما بيخاف من ربنا هذا مجرم اللي ما بيخاف من الموت هذا عفوا يعني عفوا هذا مستغبي لنفسه لازم تخاف من الموت الله اكبر طبعا بدي اخاف من لقاء ربي طبعا بدي احسب حساب ولا ساقف بين يدي الله لوحدي وانت لوحدك كل ما ساقف واسال لا تزول قدما عبد يوم القيامه حتى يسأل عن اربع عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه عن جسده فيما ابلاه عن علمه ماذا عمل به وعن وقته كل من يسأل عن الوقت وعن الجسد وعن المال وعن كل شيء وعن العلم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه من اسباب هلاك المجتمعات ترك الانفاق هذه معنى الايه ربنا قال ولا تلقوا لاحظ انفقوا وصحكم تلقوا ايديكم انت شو العلاقه من اسباب هلاك المجتمعات ترك الانفاق في سبيل الله من فرج عن مؤمن ونحكي عن جنه الدنيا من جنه الدنيا ان تفرج كربه من كرب الدنيا غير عن كربة يوم القيامة في الدنيا رح تشعر بسعادة ما حكينا الآن السعادة بالعطاء هذا قانون ربنا سبحانه وتعالى أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ومعظم معظم اللاجئين معظمهم فيهم أيتام وخاصة السوريين أنتم تعرفوا النظام المجرم نظام أسد المجرم قتل وذبح الآلاف وعشرات الآلاف مئات وآلاف الأيتام موجودين مع أمهاتهم بعض الأحيان لا الأب ولا الأم الأيتام موجودين مع الخالة ومع العمة وبعض الأحيان لا خالة ولا عمة لاحظ انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه فضلا والله واسع عليم اتقوا النار ولو بشق تمره ما نقص مال من صدقه وما تنفقوا من خير فلانفسكم انا وانت نفتدي انفسنا فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكم من الصالحين تخيلوا لم يطلب في هذا المثال الذي أبرزه لنا ربنا الشخص عند لقيا الموت إلا يرجع ليتصدق لي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هي عبارة عن تذكرة يا أحبة هي تذكرة هل يمكن أن أعيش في جنة الدنيا؟ طبعا هذه المعاني قلت لكم هل دوري أن أقنعكم بأن الدنيا مزرعة الآخرة؟ لا أنا فقط أذكر اذكركم واذكر نفسي لان نعيش تحت ظلال وذكر فان الذكرى تنفع من تنفع من تنفع الفلسطينيين تنفع السوريين تنفع العرب تنفع المؤمنين المؤمن ينتفع بالذكرى، لذلك نحن نذكر بعضا، كل المعاني اللي حكيتها بالمناسبه لم اتي فيها بجديد واحد، انا فقط فقط رتبت معلومات جزء من معلومات اضخم وفقط ذكرت نفسي واخواني واخواتي بانه بما اني انا انسى، انت تنسى، انا اضعف، انت تضعف، عندك والد مريض، عندك بنت مريضه، عندك مشكله عالقه فانا يبعثني الله لاذكر نفسي، انا ان شاء الله ربنا يكسبني الاجر بكلامي. انت ربنا يكسبك الان تنتبه اه طب كيف غابت عني ابني عاق كيف غاب وعم ما عم اتصدق بنيه الصلاح على سبيل المثال بنتي مريضه ابوي في المستشفى بنيه الشفاء بنيه التوفيق بنيه الكذا هون متفعل فلما ياتيك المفاجاه والاصلاح والتصليح والراحه النفسيه والطمانينه وال 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 والشفاء وغيره والى اخره بتكون عشت في جنه الدنيا واستلذلت بجزء من جنه الاخره وفي الدنيا جنه من لم يدخلها لا يدخل جنه الاخره وهذا من قدر الله اصلا انه يجب ان نستشعر بجزء من جنه الاخره في الدنيا والا كيف نتشوق لامر لا ندركه ولا نحس به ولا نعرف عنه بل يجب وهذا من حكمه الله وعظيم تقديره للامور جعلنا نستشعر بشيء من اللذة والسعادة الحقيقية لذة الإيمان حتى نتشوق إلى ما هو الأتم والأكمل أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم يا أحبة يا أخوة يا أخوات أن تكونوا وأن نكون جميعا من أهل جنة الدنيا وأهل جنة الآخرة اللهم آمين طلب مني أن ألتزم بالوقت فأرجو ألا أكون قد تجاوزت وقتي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم الله على سيدنا محمد وبارك الله فيكم ونفع بكم دكتورنا الحبيب ما شاء الله تبارك الله يعني رسائل متتالية أرى شيخ الحبيب رفع اليد تفضل دكتور ياسر يعني <applause> إذا حبيت تعلق على الدكتور لأني أنا حاب أخذ دقيقتين ثلاثة إضافيات بعد إذنك أنا يعني طبعا لا تعليق بعد ما تفضل به الدكتور طبعا هو الوقت ذهبنا وإن كنا يعني لا نمل من سماعه وأنا أعلم أنه كان في جزء صغير باللغة الإنجليزية في نهاية المحاضرة لكن أيضا أعتقد أنه نظرا لضيق الوقت يعني الدكتور يعني وضعه الى موضع اخر او اجله الى وقت اخر نشكر ايها الاحباب باسمكم يعني فضيله استاذنا الدكتور امجد وانتقل لك اخي حبيب دكتور ياسر جزاك الله خير بارك الله فيك دكتور امجد الله واسعدك الله دنيا واخره جمعنا ميكا في العزيمه اللي وعدتني عليها انا مع سيدتنا عائشه وسيدنا عمر الخطاب ومحمد صلى الله عليه وسلم وكل الحاضرين احنا معك <applause> مع... مع حضر قسمة، يعني ان شاء الله <applause> ان شاء الله احببت ان ابشر اخوتي واخو واخواني الذين تبرعوا والذين سيتبرعوا بايه قرانيه اقولها وحاقول بعدها تعليق بسيط او او موقف بسيط اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أنفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لا تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله انه غفور شكور يا جماعه آخر الآيه غفور شكور الله بيشكركم الله لكم غفران ذنوبكم يا متبرعين لأنكم أنفقتم سرا وعلانيه من ذكر اسمه ومن لم يذكر من ذكرت اسمها ومن لم تذكر مش بس هيك ليوفيهم أجورهم أجوركم وفيت مش بس هيك ويزيدهم من فضله وقال العلماء زياده الفضل زياده الاجر اقصاها يكون ان رؤيه الله عز وجل في الجنه رؤيه الله في الجنه هذا احساس يا جماعه كلنا لا نغادر اليوم الا ولنا فيه جزء تخيلوا يا جماعه وانفقوا مما رزقناهم في الاخر ربنا انه غفور شكور يعني مع احترامي الله يشكرني انا عشان تبرعت والله لا, لا استاهل هذا ولا احد فينا لكن الله اكرم الاكرمين يا جماعه الموقف اللي بدي اذكر لكم اياه موقف اريده ان تتخيلوا وتعيشوا وتقرروا بعده ما شئتم حتى نختم اعتبر بعيد الشر تخيلوا موقف